السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تطبيقين عبارة عن ايه؟ لو في اي حاجة ظهرت في الجلد والعياذ بالله وشكلها غريب ونشك فيها، مجرد ان انت تصورها والذكاء الاصطناعي يقول لك هي دي عبارة عن ايه بالشكل دوت. مجرد ان انت دوست صورت فيبدأ ان هو يحللها لك ويقول لك دي عبارة عن ايه، ان شاء الله ما يطلعش فيها اي مشاكل خالص. وده نفس التطبيق برضو او نفس الفكرة، بحيث ان هو يديك المعلومات عن اي حاجه. مثلا هو بيسالك اسئله نوع الحاجه اللي ظهرت دي، بحيث ان هو برضه يعمل لك نوع من انواع التشخيص. ده لا يمنع عن ظهور الطبيب، لكن في حاله يعني ساعتين بالليل ومفيش دكاتره موجوده وعايز تطمن، فده ممكن يكون اداه مساعده.